في ختام عام الشباب، يعني انا كانت عندي تجربه طبعا في مؤتمر شرم الشيخ، وكانت سقف الاحلام عندي جميله وورديه، ورجعت منها كنت مبسوطه جدا باول 83 شاب خرجوا من لجنه العفو الرئاسي ومنتظرين القائمه اللي بعدها. لكن هل المؤتمرات تكفي؟ المؤتمرات اكيد لا تكفي، واكيد كنت اتمنى ان العام اللي بدا من اوله بحبس الشباب والمنع من السفر انه ينتهي بان احنا خدنا مجموعه من الاجراءات ليها علاقه بتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، بان احنا الاف المتظاهرين اللي موجودين ما يبقاش الموضوع 83 وبنعافر في مئات اخرين، ما يبقاش واحنا بنتخانق في مشكله المنع من السفر احنا حاسين ان احنا بنطلب انجاز عظيم. التواصل مطلوب، وفكره فتح الحوار وفتح المجال العام والتواصل السياسي، لكن في النهايه هل يتم اختصار عامل شباب في شهرين في نهايه السنه حققنا منهم يمكن مكسب واحد بخروج 83، ويعني الله اعلم الباقيين هيتم خروجهم ولا يعني هتتقفل على القائمه الثانيه ولا لا؟ هل احنا محتاجين اكتر من كده؟ اكيد احنا محتاجين اكتر من كده، محتاجين تمكين سياسي بشكل حقيقي، والتمكين السياسي مش ان احنا نتعين جوه الوزارات ونبقى مساعدين وزراء او محافظين، ان يبقى عندنا مساحه ان احنا نشتغل سياسه. للاسف انا شايفه ان احنا يعني عندنا مشكله اساسا في المجال العام، سواء بالنسبه للاحزاب السياسيه او للعمل العام بشكل كبير. لما الرئاسه تقرر انها بناء على توصيات شرم الشيخ انها تعمل لجنه فيها شباب الاحزاب، فتبقى اللجنه دي للعمل التطوعي، ونتفاجئ بوجود قانون زي قانون الجمعيات الاهليه، فتبقى طب احنا منين؟ احنا عايزين نشجع ثقافه العمل التطوعي، وبنجيب شباب الاحزاب ونقول لهم تعالوا نتحاور وتعالوا نتواصل وتعالوا نتكلم ونشوف ممكن نشجع الناس ازاي انها تشتغل في السياسه وتشتغل في العمل العام، ومنين بيطلع لنا قوانين تعرقل ده؟ فاحنا محتاجين يبقى عندنا رؤيه، احنا محتاجين بما ان في عدد مهول من الشباب في مصر، احنا ممكن نستغل طاقات الشباب دي في ايه؟ ازاي ممكن نمكنهم بشكل سياسي وبشكل اقتصادي اكتر؟